جميع المكونات ديال ولاية الأمن فاس تحت الإشراف ديال السيد ولي الأمن، تلقت تعليمات مباشرة من أجل تأمين الاحتفالات ديال رأس السنة والتواجد الفعلي في الشارع العام، كذلك التأطير الجيد للعناصر والتتبع ديال العمل ديالهم طيلة الفترة ديال الاحتفال في الأماكن ديال الاحتفال، سواء المطاعم، الفنادق، كذلك الأماكن ديال التبضع، الأماكن ديال التواجد ديال المواطن الفاسي أو ديال السياح الأجانب. هذا الكل مجند باش تدوز هذه الليلة في أحسن الظروف. بالنسبة لعناصر المرور تعطاتهم تعليمات باش يكون التواجد ديالهم في جميع القطاعات اللي كتعرف حركة من أجل الانسيابية ديال حركة السير. كذلك السدود القضائية تم التعزيز ديالها، مداخل ومخارج المدينة مؤمنة، تم التعزيز ديال السدود بالكلاب المدربة من أجل التأمين ديال المدينة باش تدوز هاد الاحتفالات في احسن الظروف. غادي تتم المحاربه الصارمه ديال جميع الحالات ديال السكر والعربده، الحالات ديال المشاكل في الشارع العام، باش يتسنى للساكنه وكذلك الاجانب باش يحتفلوا في ظروف امنه حتى لساعات متاخره من الليل. والكل راه غادي يكون متواجد في الشارع العام، والكل غادي يكون مشمر على الصعيد ديالو في اطار التأطير الجيد ديال العناصر طيله هاد الفتره. راه كانت استعدادات تقريبا من اواخر ديال شهر 12، اذا الكل راه على علم والكل في المستوى المطلوب، ونتمنى ان شاء الله باش تدوز هذه الاحتفالات في احسن الظروف.